إخواني اعتنوا بعقيدتكم، اعرفوا مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم، حتى إذا سمعتم مدرسا واعظا خطيبا مسؤولا كاتبا أو متكلم متحدث بوسيلة إعلامية بأنواع الوسائل هذه، تعرفون هل هو موافق لأهل السنة والجماعة أو مخالف، ولن تعرفوا إلا إذا ألممتم بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبمنهاجهم. يقول تركهم على خطر، والزمن زمن فتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا كافرا، مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تقول هذا تشاؤم. قال هذا الحسن البصري رحمه الله، قال والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، بثمن العنز.